أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائن والذاهب يسبحه الآفن والمائن والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضاريب لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعددا وعرقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مؤتلف متراكب من ماء دافك يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأني له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب لا إله إلا الله والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وابك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الخيائب لا إله إلا الله ويعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه القلب متايا بطه النبي يا نبي وصل
يا هنانا ظهرت
ولا إله إلا الله سبحان الله سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه قيل هو آدم عليه السلام قال آدم به أنيله أعلى المراتب قيل هو نوح عليه السلام قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب صلى الله عليه قيل هو إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب صلى الله عليه قيل هو عيسى عليه السلام قال عيسى يبشره به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق
وضعة الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اذكر الصلاة على النبي محمد اللهم صل عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب
وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله يا ولي الحسنات يا الله يا رفيع الدرجات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صل على سيدنا محمد.